اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم. دعاني قار كم إذا صحابة أيا ويدي النبي صلى الله عليه وسلم رسول كلاه يودعين بدن يدك دعي ستا وعادوا فرب بدن ما ننحفذين مركز الحكوية النبي صلى الله عليه وسلم هدان ذي شاكو ورحمة دعاء سوكو بي سو دمان دعوين كي أنكو دعي سنجري مركز دعاء دان أيو مركز صحابة بري النبي صلى الله عليه وسلم مركز صحابي ودعاء سوكو بي سو دمان دعوين كي النبي صلى الله عليه وسلم مالين كي رسالة دا الله سو ديري إلى مالين كي أي أتمتير ربي دمان دعوين كي أكو دعي سي أي سوكو بي سا ودعاء سوكو بي سو آخري أدون وحكستا أو وناغه إلهي أدكو ويدي سنيسو wax kasta oo shar ana markaasi ilaahay aad markaasi ugu magan geliso marka waa ducada noocaas aad u khayr badan insha Allah ta'ala in la xifdiyo ee rajayne insha Allah ta'ala ciyaalka la xifdiyo dadku waa inay xifdiyaan wa ducaan waxba ka tagin marka waan Soomaaliyeena insha Allah ta'ala Allahumma Allah yow inna nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa sidoo kale waxaad u bedeli kartaa ducada hadda siiqada ay u dhisan tahay waa siiqa jamca maxna qaab jamca ay u samaysan tahay oo dadka oo dhan muslimiinta oo dhan markaasi aad hal mar wada ducaynayso haddaad doontidna waxaad ka dhigi kartaa mid adiga shaqsi ah oo macnaha si gaar ah adiga shaqsiyan ayaad u ducaysan kartaa markaasi waxaad ka bedelaysaa laba kelmadood basaad bedelaysaa halkan meesha innaa ah bad innii ka dhigaysaa innii macna nuunta umadii aad ku daraysaa halkana nuunta waxaad ka dhigaysaa hamza umaad ka dhigaysaa وأمطيسا وأعوذ مركا أنت مركا بدشو حين نقول سيد عمر كاسي هذه الشخص كوئه وسكار أدعي سيسو سيدا اللهم إني أسألك ها هل كنا ماشا نسألك إكو قرنت هنا همزة كريسا اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ هل كان نون تانا وحط ليس همزة وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ها ما كان حد بدا شيء اللهم إني وبد مش وبد شيء الكاس هل كنا نسألك ما شهد أسألك ما ضيسا هل كنا ونعوذ ما شهد وأعوذ بك ما ضيسا لكن سيدنا هذا أيوب بنيسان تاي أو معناه جمع عليه أو مسلمين تقول ندعو عليه سو وأذى كانت كم تكت هاي ساسا معناه كوفيع كوفلا إن شاء الله تعالى ما كذا نفسه مريين إن شاء الله اللهم الله يو
إنا نسألك وحنكو ديسنينا من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحي أكوي ديست وحي أو خير كبدنا آخري أدون وحي أو خير كبدنا أكوي ديست النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كوي ديسنينا ونعوذ بك وحن كامغا قلينا من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكستا أو كامغا قلي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم آخري أدون أيا كامغا قلينا وأنت المستعان متك وحلوي ديستو ee la bariyo ee kalmada la weydiisto waa adiga wa alayka albalaagu adiga umba lagu cabanaya wala hawla wala quwwata heelad ama farsamo iyo awoodona ma jirto illa billahi tan alle mooye adiga umba awood iyo heelad iyo farsamo iskale anaga waxba ma lihin kasaadarta ilaahay waxaan ku weydiisanayaa wax kasta oo khayra oo ku weydiistay nabigaaga maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan ka magangelayaa wax kasta oo shar ah oo ka magangalay nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka asxaabay halkan waxa ku qoran iyadoo ingiliisha laakiin dabca waan hubaa macnaha balaaqada iyo xeel dheeraanta iyo macnaha ay ku fadhiyaan ereyada carabiga ah ee macnaha tarjamadan ma keenayso tarjamadan ee ducada ma dabaqi karto laakiin way soo dhaweyneysaa way soo dhaweyneysaa marka insha allahu tacaala dadka aanan ku hadlin af soomaaliga carabigana aan akhrin karin ee ciyaalka ay ugu horeeyaan insha allahu tacaala halkaasi ee tusa ha akhriyaan insha allahu tacaala baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada tarbiya tacliim soo duceeya insha allah intaana ka bixin ducadaasi waa hadiyaan hadiyinayo waalidkayga insha allahu tacaala ilaahay qabriga u waasiciyo jannadana allah uu bishaareeyo dhammaan waalidiinta muslimiinta dembigooda ilaahay ha dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu